اخواتي وحبايبي في كل مكان، مساء الورد عليكم. بالصلاه على النبي يا جماعه، كده زي ما انتم شايفين تاب للدجاج الزينه والحمام والبغبغانات ولكل انواع الطيور في الكتاب دوت. عالم الطيور في الكتاب دوت وفي ايد المملكه. زي ما قلت لكم، وانا بشتغل على تطوير الهوايه في مصر ومش بطلع اقول لكم اي كلام، انا ببقى دارس كويس جدا 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 المعلومه اللي انا طالع اقولها لكم، علشان مش عايز حد يعدل عليا، علشان عاوز نكون في تطور، مش عاوز ننزل، مش عايز نكون الاسوأ. طبعا انا لما درست وقرات في الكتاب ما كانش يعني مختلف ولا حاجه، كل الطيور احنا مسكناها، بس المعلومات والخبره مش عندنا، الامكانيات مش عندنا، لكن الطير عندنا. يعني احنا عندنا المكن بس مش عارفين ننتج منه، ودي اللي انا دايما اقول لكم عليه، اشتغلوا على نفسكم كويس يا غبيين مصر. فافرجكم الوقت انا الكتاب كده، وافتح معاكم صفحه صفحه. نيت معاكي لما نفتح. سموا الله كده اهو. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ما شاء الله حاجه جميله. الكتب اهو، ده الكتاب، اقلب كده اهو. طبعا الدجاج كله موجود، بس الاسامي مختلفه، وفي اسامي نفس هنا، لان احنا فاهمين حاجات غلط. تمام، في حاجات كتير احنا فاهمينها غلط اهو. اهو زي ما انت شايف كده، دي السلالات والانواع، ودي الشغل، ودي التطوير اللي احنا هنشتغل عليه. وعايز منكم ايه بقى يا غاويين مصر؟ عايزين نعمل كتاب مصري. الدجاج الواد اهو، كل حاجه موجوده، كل الدجاج موجود اهو. والشامو، دجاج الشامو اهو، انا مش واخد بالي على فكره من الكاميرا قوي يا جماعه، بس اهو دجاج الشامو اهو. الصرامه، الشابوه، السبرايت، الكوشين، بنفس الالوان اللي عندنا، بنفس المواصفات اللي عندنا. عندنا سلاله كويسه، بس الغاويين بتاعتنا ما عندهمش كفاءه في الانتاج ولا في الفرخ ولا في التركيب كويسه ولا عاليه. عايزكم تشتغلوا يا غاويين مصر، والله ما ينفع كده، والله بنبذل مجهود جامد ومش عاوز تعبنا يضيع في ثانيه كده، مش عايز تعبنا يضيع. عايزك لما تجتهد على حاجة اتقن العمل اللي انت شغال فيه، ارضي زميلك واشتغل معاه وطوروا من نفسكم يا عم. بإذن الله هيبقى في كتاب مصري وبالأسامي المصرية، والدجاج الملكي اللي انا طلعت وقلت عليه وكتبت عليه دجاج ملكي، ده هيبقى ذكرى. والدجاج الملكي دي بإذن الله، الدجاج الملكي اللي هو العظم اللي شبه الأذناب، هعمل لكم شرح بمواصفات الفراخ، وانت كمربي معايا وانت كمربي هخليك انت اللي تشرح عن السلالة بتاعتك وتشتغل وتطور من سلالتك، بس انا هعرفك تعمل ايه. لازم نوجه بعض ولازم نكمل بعض. اهو كمل معاكم اهو، دي صفحتين اهو، كله موجود، كله موجود. ليه ما بنطورش؟ ليه ما بنعملش كتاب مصري؟ ليه ما بنعملش كتاب مصري اهو وصفح الدنيا كمان، فاهمني؟ فليه بس يا جماعه؟ برجاء يا غاويين مصر، عايزين نكون احسن من كده، وباذن الله هتبقى في كتب مصريه بالسلالات المصريه بالاسامي المصريه. تمام، هي كل السلالات واحده، بس لازما في سلالات عندنا احنا فرخناها ومتطورين فيها، زي الدجاج الملكي. عندنا دجاج ملكي كويس قوي، والناس اللي انا لما ذكرت اسم الدجاج الملكي ناس اتريقت. باذن الله، باذن الله، طول ما انا بحب الخير لكل غاويين مصر هيبقى ذكرى كبيرة قوي، وهيفضل ده اسمه الدجاج الملكي زي ما انا ذكرت. سلام عليكم.